نور. مين دول؟ أنا أول مرة أشوف الصورة دي. دي عمتي إلهام، وده جوزها، وده أبويا، وده فتحي. بس أنا فتحي مش جوز عمتي. صح يا حسام، الحمد لله على السلامة يا نور. فين فريدة؟ اهدي يا نور، اهدي يا عمتي. احنا هنعمل كل ده عشان ندور على فريدة. اقعد يا حسام، اقعدوا هفهمكم كل حاجة. اهدوا بس، يلا تعالوا اقعدوا. تعالى يا حسام. عمتي انا دلوقتي مش فاهم حاجة. في المذكرات اللي انا قريتها مكتوب ان جوزك اتحرق وماتش، ونور بتقول ان فتحي اتحرق. فتحي يبقى جوزك؟ لا، جوزي مات من زمان، والبركة في لطفي ابوك طبعا. تعرف ايه عن عمامك يا حسام؟ معرفش غيرك انت وعمي عوض. الله يرحمه، ابويا قال ان هو مات قبل ما احنا نتولد. لا، في اخ تالت اسمه عبد القادر مخلوف، اهو في الصورة دي. لو انا كنت كتبت المذكرات اللي انت قريتها مع وداد، كنت زمانك هتقرا حدوتة تانية خالص. بس للأسف اللي بيكتب التاريخ هو اللي كسبان، ولطفي كسبان لغاية دلوقتي. طب أبويا يعرف إن هو عايش؟ لا، ما يعرفش. أنا نفسي ما كنتش عارفة إنه عايش. أنا آخر مرة شفته من سنين طويلة هنا بعد ولادة فريدة، كنتش مصدقة عيني. بقالها زمان وسنين طويلة، كنتوا لسه عيال صغيرين، وودات ما كانتش لسه اتولدت. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.